بص، السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي برضو على قد ما ليها عيوب على قد ليها مميزات. انك بتلقط صوره، الكاميرا دي سلاح ليك وعليك. احنا شفنا وقائع كتيره جدا ومشاكل كتيره قوي لما بتتعرض لها وبتوثقها تلقطها بالكاميرا بتاعتك وتحطها على المواقع، الدنيا بتقلب وبتاخد حقك. ولما بيكون في حد يعني مخالف او حد عمل مشكله بيتعاقب، يعني دي سلاح الحقيقه لاخذ الحق دلوقتي. فمن الصور اللي اتحطت على موقع التواصل الاجتماعي صوت قطه في دار الاوبرا، قالت دي قطه دار الاوبرا، يعني ده كان الهاشتاج كده او كان اسمها، لان القطه نفقت او يعني اتقالت انها اتسمت هي وولادها. والموضوع ده قلب الدنيا طبعا، وحقوق الحيوان والرفق بالحيوان، وده حصل ازاي واتسمت ازاي ومسؤوليه دار الاوبرا عن ده. والحقيقه دار الاوبرا برضو يمكن من الاخبار اللي طلعت قالت لا، يعني احنا ما نتحملش اي مسؤوليه في الموضوع ده، وعندنا قطط وكلاب ضاله كتيره. طبعا الاوبرا المصريه والمساحه المحيطه بيها واتساعها لا، فدادين ارض كبيره، فانها طبعا بيبقى فيه حيوانات ضاله كتير. فلما بيقولوا لما لقوا المشكله دي هم مش تعاملوا معاها بشكل مباشر، هم تواصلوا مع الطب البيطري وهي اللي اتعاملت. وتقال كمان ان في تحقيق في دار الاوبرا عشان يعرف برضو مين المسؤول، حصل ايه، هل في اي مشكله او اتهام لجهه معينه. على كل الاحوال احنا معانا على التليفون دكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصريه. برحب بحضرتك معانا دكتور مجدي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. طبعا يعني انا كان نفسي نتكلم عن دار الاوبرا والشغل والابداعات اللي بتحصل، بس ان شاء الله في محل اخر. لكن دلوقتي دار الاوبرا متصدره العناوين في مواقع التواصل عشان موضوع القطه وتعرضت لايه، وهل في وفني في حاله مغلوطه من المعلومات اللي بتوصل. اتفضل يا دكتور. وضح يا فندم. يعني حضرتك في البدايه قلتي قطه واولادها والقطط، احنا وصوره للقطه، احنا عندنا صوره للقطه دهيت اكتر من 20 قطه موجودين في ساحه الاوبرا بسلام وعايشين، والناس النهارده مصورينهم ومفيش اي مشكله. هو الموضوع ببساطه. اتفضل يا دكتور. وفي زي ما حضرتك قلتي برضك في تحقيق كبير معمول، ومعالي الوزيره ادي تعليمات كبير لازم يتعمل داخل الاوبرا، واحنا عاملين تحقيق كبير جدا، وان شاء الله يعني بكره او بعد بكره هينتهي التحقيق بالنتيجه بتاعته بكل التفاصيل بتاعته. الموضوع بكل بساطه انها قطه واحده كانت موجوده على المسرح الصغير، المسرح الصغير ومخلفه ولادها، وحضرتك قلت ان ولادها وهي ماتوا، طبعا ولادها موجودين في الجناين الاوبرا موجودين، لان العمال شالوهم حطوهم بره في الجنينه. واحنا زي ما حضرتك قلتي، اما احنا يعني دار اوبرا اما بنيجي نتعامل على مع حاجه زي كده هو بنجيب الجهه المحترفه، الجهه المنوطه بده. احنا اتصلنا بالطب البيطري وهم ناس يعني صراحه بيتعاملوا باحترافيه جدا، يعني بيتعاملوا بشكل مهني. واحنا بقى لنا 33 سنه بيحصل مثل هذه الاشياء، وعمرنا ما سمعنا عن اللي حصل المره دي دوت. جم هم بيتعاملوا بالطريقه اللي انا ما اقدرش اتدخل في شغلهم، او مش انا يعني الشؤون الاداريه بتاعتنا ما تقدرش تتدخل في شغلهم. ايوه دكتور. بعد ما عملوا شغلهم حد قال من الموجودين في الاوبرا لا ده هم سموا الاوبرا اللي سموا ده ايه سم ده مين اللي قال يا فندم؟ مين اللي قال ان هم سموا القطه؟ حد من الشباب الموجودين في الاوبرا. حد من الشباب اللي هو كتب البوست ده الاولاني وكتبه وكده. فانا جبته المكتب قلت له يا فلان احنا هنعمل تحقيق كبير، وانت شفت القطه؟ قال لي لا ما شفتهاش، هم قالوا لي ان هم حصل. قلت له طب احنا هنعمل تحقيق، يعني برضك لازم الواحد يعني ما حدش يقبل خالص، احنا كدار اوبرا ما نقبلش خالص ان احنا القطه يتم تسميمها او اي قطه او اي حيوان في الاوبرا. طبعا يعني ده يعني اهل الفن والابداع والاخلاق. طبعا ما ينفعش. ما فاهم. بس برضك في المقابل ما يقبلش ان يبقى الجمهور واقف والموسيقيين على المسرح والفنانين على المسرح والقطه تيجي برضو تعمل لهم زهر، بس تبقى في وسيله وسيله للتخلص منها او يعني من يعني بالظبط كده. واحنا جبنا الجهه المنوطه، الجهه مين؟ هل احنا اللي نقدر نعمل ده ولا نجيب الطب البيطري هو اللي يقدر يتصرف ويقول لنا او يعمل دوت خلال 33 سنه بنعمل. طب انت بتقول لي اولادها موجودين، القطه موجوده يعني القطه فين؟ لا القطه في ناس كتير قال لا القطه مش موجوده، خلاص القطه دي مش موجوده، لكن طبعا في شبيهاتها كتير في الاوبرا شبيهاتها، لكن هي نفس القطه دي اللي كانت موجوده جوه في المسرح لا ما بقتش موجوده في المسرح. يعني احنا عاملين تحقيق عشان نتاكد نشوف هل في
فعلا تم تسميمها، تم طب مش تواصلتوا مع الطب البيطري في الاساس انتوا يعني اشتغل وقالوا لكم ايه؟ احنا اعلنا وقلنا التقرير بتاعهم، قالوا ان هم جابوا الاطباء بتوعهم وعالجوا الظاهره بطريقتهم. ما قالوش ازاي؟ ما قالوش ازاي بصراحه، ما قالوش. لكن التحقيق كده داخلي يا فندم، يعني انت كده اتكلمت مع الطب البيطري، هم قالوا احنا عملنا ده بطريقتنا يعني، بس ما نعرفش ازاي. فعايز تشوف في مسؤوليه، في حد من العاملين في الاوبرا هو اللي قام بده، ده اللي انا فاهماه. يعني انا بقى بنعمل التحقيق علشان خاطر الموضوع ده، عشان نعرف هل في حد، لو في حد فعلا متورط في الموضوع ده لازم هياخد جزاء وياخد جزاء. ما هي الطب البيطري هو اللي يحكم وهيفصل، يقول لك انا اتخلصت منها ازاي وخلاص، يعني غير التحقيق طبعا، بس هم اللي تعاملوا من الاول. احنا باعتين لهم برضك ان احنا يعني الجهه المنوطه بدوت الشؤون الاداريه عندنا بعتها لهم وقال لهم عايزين نعرف انتوا اتخلصتوا يعني ايه اللي حصل، يعني ان احنا برضك غلطنا المسؤول اللي عندنا، لان كان المفروض يبقى لحد اخر لحظه موجود معاهم. قال لي احنا كل مره بنجي بنبعت لهم ونقول لهم في كذا، فبييجوا الناس بتيجي مشكوره. ده مش اول مره يعني. يا فندم احنا 33 سنه الاوبرا، بقى لها 33 سنه وساحه الاوبرا فيها كتير جدا، زي ما هم ما حدش بيعمل لهم حاجه، لكن لما بتبقى حاجه جوه المسرح وتهدد اسلاك وتهدد اجهزه وتهدد اي حاجه، يبقى في خطوره على الناس منها، فبنبعت للجهه المسؤوله تتصرف يعني. بس انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصريه. كان في مره قطه في الاستوديو هنا ورا الديكور كده، يعني انا فاكره وقعدت فتره، يعني طول ما انا قاعده على الهواء بتكلم كده انا سامعاها بتمو، يعني مياو مياو مياو. بس طبعا كويس ان هو ما وصلش لحضراتكم، بس الكلام ده كان من فتره، اللي هو يعني انا نفسي ثابت عليا اللي هي مزنوقه ورا الديكور وورا خشب الديكور، وبنحاول نوصل لها، بنحاول نتعامل معاها. طب ما هي كده هتنفق، يعني هي لا عارفه تطلع ولا عارفين نوصل لها، وعماله على طول. يعني دي برضو اشكاليه حته ال انه يعني لازم يكون في جهه مسؤوله، ولازم الحيوانات الضاله او اللي ملهاش مكان او ملهاش مأوى، خاصه في اماكن بعينها، ما ينفعش يتساب الموضوع كده. ولكن في نفس الوقت لازم يكون في تعامل رحيم، ويبقى في رفق طبعا بالحيوان، لانك بتتحط في موقف لازم تتصرف، لازم تشتغل، لازم تعمل حاجه، وتحاول بقى تعمل المعادله الصعبه ان الموقف ده ينتهي على خير بدون اي ازمه، وبدون ما تضر كمان الحيوان، او يعني تنهي حياته.